ده كان أبرز ما لدينا في حلقة مهمة الحياة هتروحوا فيها المغرب كتير، لكن نبدأ في البداية. مقالي وما قالوا، وموعدنا مع وحتى لا يخطئ أحد في العقلاء. القصة يا باشمهندس بعد شكوى النادي الأهلي من أحد البرامج على قنوات تن التلفزيونية، بعد ما النادي تقدم بشكوى رد رئيس قناة تن الأستاذ نشأت الديهي، وهو إعلامي له مكانته وله قيمته، بإجراءات أكد فيها على الاحترام الشديد للنادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، بس كمان زاد على هذا الأستاذ نشأت الديهي، وهو بالمناسبة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعني واحد من المسؤولين عن ضبط الأداء ومحاسبة كل الخروقات التي تحدث. كتب الأستاذ نشأت الديهي في مقالة في الجمهورية حتى لا يخطئ العقلاء. طب ممكن اقف عند العنوان ده؟ آه. عشان انت خدته في اخطباس وحتى في لا يخطئ احد في العقلاء. لا انا متحيز لهذا العنوان لانه بيروح لابعد من انك حد يخطئ في العقلاء. هو عايز يقول ما تضغطوش على العقلاء لانهم ما توصلهمش انهم يغلطوا، يعني حتى لا يخطئ العقلاء بالراحه، يعني زي قلت اتقي شر الحليم. طيب خليني اقرا نشأت الديهي الف الجمهوريه واسال المهندس عدلي. قال: احب الاهلي واحترم الزمالك واشجع المنتخب، هذه هي خلاصه علاقتي بكره القدم، تلك اللعبه الشعبيه الاولى في العالم التي بات الاهتمام بها يتخطى كونها مجرد لعبه، انها اكبر واهم واخطر من ذلك بكثير. فالابعاد السياسيه والاقتصاديه لهذه اللعبه اصبحت محل بحوث ودراسات عديده، فنتائج المباريات وإحراز الأهداف وسلوك المشاهير هي التي تخلق الحالة المزاجية للجماهير. من هنا تأتي أهمية الإدارة في الأنشطة الكروية والرياضية، فالإدارة الحكيمة والرشيدة قادرة على ضبط المشهد الرياضي وحوكمته. لكن سطر مهم جدا. سطر مهم جدا، اقراه من تاني. الإدارة الإدارة قادرة على ضبط الرشيدة والحكيمة، بالضبط، قادرة على ضبط المشهد الرياضي وحوكمته. بيقول كمان: لكن مهما كانت الإدارة قوية ورشيدة فإن الإعلام الرياضي يظل فاعلا غير مجهول، وللأسف الشديد فإن الكثير من القائمين عليه لا يقدرون أهميته ولا يعطونه ما يستحق من اهتمام. فالإعلام الرياضي الذي يقوم في الأساس على أسماء بعض نجوم الكرة السابقين يحتاج إلى بوصلة تحدد الاتجاهات المتداخلة بين الرياضة والسياسة والاقتصاد والأمن القومي. إن كلمة غير منضبطة أو خبرا غير صحيح أو تحليلا غير موضوعي قد يشعل أزمات بين الجماهير. ومعلوم أن من يشعل حريقا ولا يملك أدوات الإطفاء مجنون في ذلك، مجنون في كل كتاب. حفظ الله مصر، وأتمنى التوفيق لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مواجهاتهم الأفريقية القادمة حتى لا يخطئ العقلاء. كلام في منتهى الأهمية، هو ولما يأتي من عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبقى له دلالة مهمة جدا. هو قال إيه هنا؟ أنا حسيت من الإعلام من العنوان هو عايز يوصل لإيه. قال لك إن الإدارة الحكيمة العاقلة المسؤولة قادرة على ضبط المشهد، ولكن الإعلام الرياضي والإعلام الرياضي مش معناها الصحفي والإعلامي وإنما كل من يكتب ويصل رأيه إلى الجمهور، الجمهور ده إعلام. يعني أنت ممكن تبقى عضو مجلس إدارة أو رجل شخصية عامة ولكن كلمتك لما بتتقال الناس بتتابعها تبقى إعلام. السوشيال ميديا ما هو إعلام. هذا الإعلام إذا لم ينحاز لهذه الضوابط والقرارات المنضبطة وضغط عليها بأخبار يعني تنطوي على إساءات مستمرة قد يفقد العاقل عقله، وهنا تصبح المسألة خطر. فأنا بحييه على هذه المقالة لأن فيها عمق وفيها فلسفة وفيها دعوة إلى التأمل في المشهد العام، ودعوة كمان إلى كباتن الكرة الكبار اللي بيمتهنوا الإعلام إلى ضرورة فعل مراعاة حاجات كتيرة قوي متكلم عنها الأستاذ نشأت الديهي، لأنه المسألة مش بهذه السهولة ولا مش بهذا الاستسهال والاستخفاف في أداء الرسالة الإعلامية.
لكن لماذا قلنا وحتى لا يخطئ أحد في العقلاء؟ إيه القصة؟ القصة إن أنا لما أجي حاكم وحاسب ألاقي الناس بتروح دايما وأبدا لربط كل الأمور بحزمة واحدة، فجأة يتقال لك قنوات الأندية، الحقوا أصله مطلوب ضبط الأداء في قنوات الأندية، مطلوب محاسبة قنوات الأندية، في نوع من التخفي عن حاجة وراء حاجة عن حاجة. أنت عايز تقول قناة الأهلي أخطأت يبقى تتحدد قناة الأهلي أخطأت، بالظبط الخطأ يتشاور عليه، قناة الزمالك أخطأت يبقى قناة الزمالك أخطأت، لازم. لكن أنت عايز تدين حاجة مهمة، يعني أكمل الجملة، أنت عايز تدين حاجة فلازم تدين الطرف الثاني يا باشمهندس. لا ما هو أنا مش دي بقى أخطر حاجة. شاور على الخطأ وشاور على المخطئ، بالظبط حددوا، إنما التعميم مش عايزين بقى التراشق، مش عايزين بقى مش عارف إيه، لا قول ده عمل إيه، الجهه الثانيه عملت حاجه قول عملت ايه، وده يتحاسب وده يتحاسب، اللي ما اخطاش ما يتحاسبش. انما مش تبقى العمليه ان احنا يعني وكاننا نخشى ان احنا نشاور على الخطا لحد يتهمنا بالتحايل ابيض واحمر. لا ما هو كده انت كده على فكره مش حل، تعميم المشهد ما بتشاورش على الخطا، بالزبط. انت كده بتخلي الخطا يدفن، بالزبط. انما شاور على الخطا والمخطئ.